مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم في هذا المقطع سوف نقوم بتركيب جميع الأعشاش بعد تجهيز الغرفة الجديدة. طبعا قمنا بتنظيف الأعشاش وعمل تحسينات جديدة، وكما تلاحظون جميع الطيور تنتظر تركيب الأعشاش، لأن كل أنثى أصبحت جاهزة وتنتظر العش حتى تبيض. كما تلاحظون جميع الأعشاش أصبحت جديدة بعد عمل الصيانة لها. ومن الضروري جدا أن نقوم بعمل الصيانة وعمل التنظيفات للأعشاش كل فترة حتى تكون نظيفة. وطبعا النظافة مهمة جدا حتى لا يدخل الفاش إلى الأعشاش ويقوم بالتكاثر، لأن العش الخشبي يعتبر بيئة مناسبة جدا للفاش. فقمنا برش الأعشاش بمادة البوية كما تلاحظون. الآن نقوم بالتركيب كل عش في مكان مناسب، وسوف نلاحظ الطيور كيف تقوم بالدخول مباشرة إلى العشاش، لأن الطيور تعتبر طيور جاهزة. وكما عرضت لكم في المقطع السابق كيف الطيور باضت في الأرض، لأن الطيور كانت في مرحلة التزاوج والإنتاج، وكل أنثى جاهزة لوضع البيض. الآن بعد تركيب العش سوف نلاحظ أن الأنثى تدخل مباشرة، وسوف تبيض الأنثى إن شاء الله في أقرب فترة. والسبب هو كما ذكرت لكم في المقطع السابق، وأيضا في مقاطع سابقة كثيرة، أن عند تركيب الأعشاش يجب أن نقوم باختيار الطيور أو الأزواج الجاهزة حتى لا نتأخر في الإنتاج. وخلال هذه الفترة البسيطة إن شاء الله سوف نلاحظ أن الإناث تبيض في أسرع وقت. الآن قمنا بتركيب الأعشاش داخل هذه الغرفة الجديدة. والآن سوف نلاحظ كيف تهجم الطيور على الأعشاش، وخلال هذه الفترة يجب مراقبة الطيور جيدا حتى لا تحصل معارك بين الطيور بسبب اختيار كل عش. يعني أنثى تختار هذا العش الأنثى الثانية تختار نفس العش فتحصل معارك. فمن الأفضل خلال هذه الفترة أن نقوم بمراقبة الطيور، وأيضا سوف نقوم بوضع هذه التجربة سوف نقوم بوضع مجموعة من هذه السحاب البلاستيك داخل بعض الأعشاش، وسوف نتابع الإنتاج. يعني أي إنتاج يكون أفضل، الأعشاش التي يوجد بها هذا السحاب أو الأعشاش الأخرى، لأن بعض الطيور غير متعودة على هذا السحاب، فنلاحظها أنها لا تدخل إلى العش، وأيضا نلاحظها أنها لا ترتاح، يعني لا ترتاح إذا كان العش يوجد به هذا السحاب. بعكس بعض الإناث بشكل طبيعي تبيض وتنتج بشكل جيد. فسوف نقوم خلال هذه الفترة بمراقبة الطيور، ونلاحظ أي الأعشاش الأفضل في الإنتاج. تابعوا معنا المقطع ونتمنى لكم الفائدة إن شاء الله. وأيضا لاحظوا في آخر المقطع كيف تقوم الطيور باختيار الأعشاش،
وكما ذكرت لكم يجب في خلال هذه الفترة متابعة الطيور جيدا حتى لا تحصل أي معارك بينهم.